يواصل مطار البحرين الدولي مباشرة أعمال الطيران وتطبيق المزيد من الإجراءات للسلامة والتدابير الاحترازية، وذلك تماشيا مع ما أوصت به منظمة الطيران المدني الدولي ووزارة الصحة في مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19. التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف. للمواصلة بعزم وفق المسؤولية الوطنية وللحفاظ على سلامة وأمن المجتمع، مطار البحرين الدولي يواصل سير أعماله وفق الاشتراطات العالمية للتصدي لكوفيد-19 للحفاظ على بيئة آمنة وصحية لجميع المسافرين والعاملين في المطار. إجراءات وقائية ورقابية فعالة حرصت عليها مملكة البحرين لبث الاطمئنان في نفوس الجميع. فمن مطار البحرين الدولي حرصت المملكة منذ بداية تفشي الجائحة عالميا على تطبيق كافة الإجراءات والإرشادات التي تضمن الصحة العامة لجميع المقادرين والقادمين لمملكة البحرين والعاملين في المطار. طبعا مؤخرا أصدرت شؤون الطيران المدني تعليمات تعزز السلامة للمسافرين ولشركات الطيران في مطار البحرين. طبعا مثل ما تلاحظون نشاهد ازدحام طفيف اليوم، لأن الأعداد بدأت في الزيادة الطفيفة. مؤخرا مطار البحرين الدولي قام بترحيب بشركة طيران الإمارات، شركة طيران الاتحاد والخطوط المصرية، هذه بالإضافة إلى الناقل الوطني شركة طيران الخليج. طبعا معايير السلامة للمغادرين تبتدي من بوابات الدخول. طبعا قبل الحضور إلى المطار احنا نحب نأكد أن الوصول للمطار لازم يكون للمسافرين فقط. طبعا في هناك استثناءات للعوائل ولذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا القادمين يتوجب عليهم ملء الاستبيان الصحي قبل الوصول إلى مملكة البحرين. طبعا الإجراءات الجديدة أو النصائح الأخيرة تتضمن الإرشادات أو الطلب من المسافرين الكرام التأكد من أنهم ما عندهم أعراض قبل التحرك إلى المطار. لما يوصلون المطار راح يتأكدون من درجة الحرارة قبل الوصول إلى منطقة التفتيش، بما في ذلك لبس الكمام راح يكون إلزامي طبعا كما هو متبع في مملكة البحرين، وطبعا الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمنسقات الإرشادية الموجودة في كل مراحل المطار. التزام ووعي المسافرين في تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والالتزام بإجراءات السلامة الصحية يؤكد على الخطوات المتقدمة التي وضعتها مملكة البحرين في إرشاد الجميع عند وصوله لمطار البحرين الدولي، ما يؤكد حرص المملكة على تقليل انتشار كوفيد-19 وذلك لضمان صحة جميع من تطع قدمه أرض مطار البحرين الدولي. بصراحة الإجراءات ممتازة من حين ما دخلنا المطار، التنظيم في يعني سوشيال ديستانس مظبوطة، دخل واحد واحد بيقيسوا الحرارة وفي الجهاز اللي بيشوف الحرارة عن بعد، فبصراحة الإجراءات ممتازة يعني، وده من الأول يعني من أول ما حصلت جائحة كورونا، والبحرين من البلاد اللي كان ليها دور في ريادة من الناحية الصحية يعني. كل الإجراءات الحمد لله لله الحمد والشكر، يعني كتير معاملتهم كويسة، تباعد اجتماعي، الحماية، الأمان لإلنا، الله يعطيهم ألف عافية وكتر الله خيرهم، إن شاء الله للأمام سائرون. الصراحة الإجراءات ممتازة جدا والإجراءات سهلة، حتى الآن خلصنا في خلال تلت ساعة يمكن، يعني قالوا لنا خلي التباعد الاجتماعي، وقالوا لنا بعد برضك يعني للسيفتي لازم تلبسوا الكمامة ويكون التباعد الاجتماعي بعيد عن بعضيكم وكذا يعني. وتماشيا مع إجراءات الصحة والسلامة المتبعة، يؤكد مطار البحرين الدولي على الفحص الإلزامي لدرجة الحرارة ووضع كمامات الوجه والحفاظ على مسافات بين المسافرين. هذا وتواصل شركة مطار البحرين التزامها بدعم جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مع مواصلة العمل وتنسيق خططها مع جميع شركائها في مطار البحرين الدولي. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.